بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم أجمل تحية بهذا الصباح، صباح يوم الخميس الموافق 15 من شهر 8 لعام 2019 في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. ضمن هذه التحديات من شارة محمد بن نكد المدهوشي لقدمها لسن الحقايق الصعاب للمسافة 1500 متر. نسير في أول الأشواط شوط البكار الانتاج الصعاب. نسير مع البداية ونسير مع هملولة راشد بن خميس المدهوشي، من يتقدم على البداية في أول الانطلاقات، بينما العزوم علي بن سالم الهاشمي يتقدم مع العزوم في ثاني المراكز وثالث المراكز. تصل الشاهنية غانم بن حمد النصيري على المركز الثالث، وصلت الشايبة ذياب بن سلطان الهاشمي يتقدم مع الشايبة في رابع المراكز نداء للخمس المراكز الأولى. وهناك أيضا على المركز الخامس مزعلة ناصر بن منصور المدهوشي، ولكن العودة مع هملولة، هملولة على البداية، هملولة على المقدمة، هملولة على الصدارة، ولكن بنظور على المقدمة. غير مع العزوم، عزم على الناموس العزوم، راحت مع البداية والشاهنية غادمة. غانم بن حمد النصيري، الله اشتدت المعركة مع الرمز العزوم، شدت العزايم مع العزوم هناك، ولكن وصلت مزعلة رافع راية التهديد. مزعلة ناصر بن منصور المدهوشي غادم مع مزعلة، ولكن هنا لا زالت العزوم ومزعلة، ولكن الرمز مع بنظور تهانينا والناموس لعلي بن سالم الهاشمي على فوز العزوم بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت في مزعلة ناصر بن منصور المدهوشي، والمركز الثالث الشاهنية غانم بن حمد النصيري، والمركز الرابع تهانينا والناموس علي بن سالم الهاشمي على فوز العزوم بالمركز الأول. سجلت دقيقتين وست ثواني، توقيت مميز. تهانينا لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.